مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الأسبوعي الأمن والمواطن. حلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على التطوير اللي قاعد تشهده وزارة الداخلية في تطوير الجانب البشري من خلال العاملين في وزارة الداخلية والدورات التي تعطى لهم في تطوير مستواهم. راح نركز كذلك اليوم على الجانب الإنساني من خلال الدورات اللي تعطى لأخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم من خلال دورة الصم والبكم. هذه يمكن أبرز الدورات اللي خذتها وزارة الداخلية في تطوير للعاملين فيها. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم، تابعونا. تسعى وزارة الداخلية دوماً للتقدم بمستوى تعامل منتسبيها مع المواطنين والمقيمين من كل الفئات، فقد بدأت بتطبيق فعلي لدورات تدريبية تتم عن طريق مركز التدريب في وزارة الداخلية، تتضمن جميع أنواع الدورات التي تساعد منتسبي الوزارة في التعامل مع الجمهور مباشرة لتذليل كل الصعاب عليهم. بدأت مراكز التدريب بوزارة الداخلية بدورات متخصصة في اللغات الأكثر استخداماً في الكويت بشكل عام وفي المنافذ الحدودية بشكل خاص، حيث تستقبل المنافذ الحدودية ومنفذ المطارب الأخص جميع الجنسيات من كل دول العالم، فيجب أن يكون لدى الموظف خلفية عن اللغة التي يستخدمها المسافر مثل اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والأردو ولغة الإشارة. مركز التدريب التخصصي لقطاع أمن المنافذ مسؤول عن عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في قطاع أمن المنافذ، وقطاع أمن المنافذ يشمل أو يخدم ثلاث إدارات عامة رئيسية، هي الإدارة العامة لأمن المطار، والإدارة العامة للمنافذ البرية، والإدارة العامة للمواني. خلال آخر سنتين شهدت منافذ الدولة زيادة في عدد المسافرين وبالأخص في منفذ المطار. هذا الشيء استدعى مركز التدريب التخصصي لزيادة عدد الدورات والحرص أكثر على تدريب وتطوير العاملين في منافذ الدولة. مثال على هذه الدورات، دورات فن التعامل مع الجمهور، فن التعامل مع الدبلوماسيين وأعضاء السلك القضائي لتعامل الموظفين أو العاملين في منافذ الدولة بشكل مباشر مع الجمهور، وحرصا منا على تقديم أفضل صورة لدولة الكويت. حبيت أتكلم على الدورات اللي صارت في المركز. طبعا دورات موجودة من زمان، لكن آخر 2017 تحديدا في شهر 11 دعم من وكيل قطاع اللي هو منصور العوضي مشكورا، حب أنه يكبر في الدورات عشان يستفيد أكثر عدد من المشاركين فيها. طبعا نعطي دورة لغة الأردو واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة اللي صارت تقريبا الدورة الثانية اللي هي قبل أسبوع صار تخريجها. تم إضافة عدد دورات خاصة في اللغات لتسهيل على المسافرين الأجانب الزائرين لدولة الكويت سواء للزيارة أو للعمل عملية التواصل معهم ونقل المعلومة لهم في مطار الكويت الدولي أو عن طريق المنافذ البرية أو عن طريق المواني.
كانت هذه الدورات هي دورة اللغة الإنجليزية ودورة اللغة الفرنسية ودورة لغة الأردو، وما نسينا أيضا أخواننا من ذوي الهمم، فتم إضافة دورة لغة الإشارة. بفضل الله سبحانه وتعالى تم عقد اليوم عدد 4 دورات في اللغة الفرنسية وعدد 6 دورات في لغة الأردو، والحمد لله الأسبوع اللي طاف تمنا الدورة الثانية من لغة الإشارة لإخواننا من ذوي الهمم. للأمانة أحب أتقدم بالشكر للقيادات العليا في وزارة الداخلية لدعمها اللامحدود لهذه الدورات من جميع الوسائل وجميع الأمور اللي تتطلبها عقد مثل هذه الدورات. خلال آخر سنتين ومراقبة لهذا التطور اللي صار عند في حركة المسافرين، ارتفعت الإحصائيات في مركز التدريب التخصصي إلى إحصائيات بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل دعم الوزارة إلى إحصائيات كبيرة. سنة 2018 تم تدريب ما يقارب 1850 متدرب، وفي سنة 2019 تم تدريب ما يقارب 2850 متدرب. وبما أن مطار الكويت الدولي يخضع إلى معايير دولية من قبل منظمة الإيكاو الدولية، فبفضل الله سبحانه وتعالى مركز التدريب التابع لقطاع أمن المنافذ حصل على الاعتماد والاعتراف من الإدارة العامة للطيران المدني، كما أيضا حصل على اعتماد لعشر مدربين في مجال أمن الطيران، وهذا يساهم في رفع كفاءة العاملين في المطار وحصولهم على شهادات تدريبية معتمدة من قبل جهة معتمدة من الطيران المدني. بالإضافة إلى التقارير اللي وصلت إلى سيدي وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع أمن المنافذ اللي هو منصور العوضي من الإدارة العامة للمطار عن كثرة عدد المسافرين الأجانب، وكون دولة الكويت تستضيف جالية كبيرة من متحدثين في لغة الأردو، فارتأت القيادات في وزارة الداخلية أن يتم الاهتمام في تطوير العاملين بالمطار لإجادة أكثر من لغة، وعلى هذا الأساس تم إضافة اللغة الإنجليزية كونها اللغة الأولى عالميا، وتم إضافة من بعدها لغة الأردو كون أن عدد كبير من الجاليات في الكويت يتحدثون في هذه اللغة، وبالأخير تم إضافة اللغة الفرنسية لتدريبها إلى العاملين في قسم التأشيرات، كون هذا القسم يحتك مع عدد كبير من الأجانب، وجزء كبير من هذول الأجانب لا يجيدون اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية ولكن يجيدون اللغة الفرنسية، فلتسهيل عملية التواصل مع الأجانب في هذه اللغة. إضافة تم إلى إضافة لغة الإشارة للتواصل مع أخواننا من ذوي الهمم سواء زائرين لدولة الكويت أو مقيمين أو مواطنين في دولة الكويت. اليوم التواصل عن طريق اللغات يعطي صورة حضارية ممتازة لدولة الكويت ويرفع من اسم دولة الكويت، وإحنا دائما نطمح في وزارة الداخلية إلى رفع اسم الكويت وخدمة هذا البلد أكثر وأكثر. طبعا بالنسبة حق دورة لغة الأردو واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية تخدم جهات عدة، مثلها حماية الشخصية، حماية الطيران مثل الإدارة العامة القوات الخاصة، جهات كثيرة في الداخلية نفس ما صارت قبل تقريبا أسبوع، لغة الإشارة اللي هي مراكز الخدمة، والمرور مرور النجدة. طبعا عندنا الفئة في المجتمع اللي هي الصم البكم، لغة الإشارة تخدمهم سواء في المطار أو في مراكز الخدمة أو في المرور، تهدف إلى أن يصير فيه تعاون ما بين رجال الأمن والفئة هذه. فتش جعفر بناي من قسم ضبط الجودة، أنا مدرب لغة الأردو بمركز التدريب التخصصي التابع لأمن المنافذ. بناء على رغبة الوكيل المساعد اللواء منصور عوضي حرصه على تطوير العمل والعاملين المنتسبين لوزارة الداخلية بالمنافذ، نقوم تدريب لغة الأردو لتسهيل التعامل مع الجاليات الآسيوية، وذلك لتزايد عدد المسافرين من هذه الجاليات وصعوبة التعامل معهم لعدم وعيهم للغة العربية والإنجليزية، وأيضا لزيادة الدور الأمني وتفعيله بالمنافذ. وأيضا بدأنا بالتعاون مع الجهات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، وآملين إن شاء الله بالقريب العاجل التعامل مع الوزارات والجهات الأخرى. أيضا ما عندنا أي مانع التعاون مع الشركات اللي تخدم هذا الوطن لتطوير الأمن
والوعي للجميع العاملين. كما أن ما يقتصر دور مركز التدريب التخصصي على تدريب العاملين في قطاع من المنافذ، لكن يتعاون مركز التدريب التخصصي مع جميع القطاعات التابعة لوزارة الداخلية. فقد تم عمل دورات في السابق إلى الإدارة العامة للجنسية والجوازات، الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارات الدولة على سبيل المثال وزارة الدفاع ممثلة في الحرس الأميري، والأخوة في مجلس الأمة ممثلين في حرس مجلس الأمة، بالإضافة إلى توجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية على ضرورة عدم التحاق أي موظف من موظفين المنافذ من التعيين الجديد إلا بعد حصوله على جميع الدورات الأساسية الخاصة في الجهة العامل بها. على سبيل المثال إذا كان يعمل في منفذ المطار يحصل على دورة في فن التعامل مع الجمهور، دورة في أمن الطيران الأساسي لمعرفة أساسيات الأمن الخاصة في المطار الدولي، ودورة على جهاز الأكس راي أو جهاز أو نظام الدخول والخروج على حسب جهة عمله سواء كان يعمل في إدارة الجوازات أو إدارة الأمن. طبعا في جهات عدة مشاركة معنا، الحرس الأميري، الحرس الوطني، الكويتية، وإحنا طبعا عندنا جهاز التفتيش الأمني اللي هو يخدم جميع الأماكن اللي فيها نقدر نفتش. طبعا الأساس اللي هو المطار لأن سلامة الركاب تهمنا دائما، والجهات الثانية مثل الحرس الأميري عندهم تأمين القصور، تأمين الأماكن المهمة، بالإضافة للحرس الوطني تأمين مجلس الأمة، بالإضافة الكويتية عندهم الشحن. فالحمد لله قدرنا نوفق بين ربعنا وبين الجهات المعنية ونعطي الدورات هذه، وإن شاء الله قاعد نحاول نطور بزيادة، وإن شاء الله نطلب من الله أنه يوفقنا إن شاء الله. لم تتوانى وزارة الداخلية في تدريب لغة الإشارة التي يستخدمها الصم والبكمة، بل إن فئة ذوي الهمم تعد فئة مهمة جدا سواء مواطنين أو مسافرين أو حتى مقيمين، وبدأت بإعطاء دورات في لغة الإشارة، وخرجت الكثير من منتسبي وزارة الداخلية العاملين في المنافذ الحدودية. تعد هذه الدورة الأهم بالنسبة لوزارة الداخلية، حيث أن معظم اللغات لها بدائل، أما ذوي الهمم فلا يملكون سوى لغة الإشارة للتواصل والتعبير عن كل ما يحتاجونه. فسعت وزارة الداخلية لتقديم هذه الدورة بأفضل صورة، فكانت المحاضرة في الدورة أستاذة في التربية الخاصة مختصة بلغة الإشارة العربية، وذلك لضمان النتائج والاستفادة من هذه الدورة وتطبيقها بشكل عام وفي المطار بشكل خاص، حيث يساعد رجال الداخلية في مطار الكويت فئة الصم والبكم على الوصول للبوابات والتأكد من الرحلات وإرشادهم لكل ما يحتاجون. بتطبيق هذه اللغة في أغلب الأماكن في دولة الكويت أصبح اندماج ذوي الهمم وفئة الصم والبكم بالمجتمع أسهل، حيث أنه أصبح هناك من يتواصل معهم ويسهل عليهم الكثير من الصعاب التي كانت تواجههم في السابق. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الآن مع خبيرة لغة الإشارة أستاذة مها الحمدان. رحب فيك أستاذة في برنامجنا. يا هلا فيكم والله، وأنا أسعد إن شاء الله بهالبرنامج واهتمامه على تسليط الضوء على فئة الصم. نعم أستاذة، إحنا شفنا يمكن كوزارة الداخلية تولي إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم اهتمام كبير، والدورة هذه اللي تهيئت إخواننا العاملين من منتسبي وزارة الداخلية للتعامل معهم. تكلمينا على هذه الدورة اللي صارت، أو يمكن دورتين أعطتهم لوزارة الداخلية للعاملين في المنافذ، وكذلك إخواننا في الهجرة في شؤون الإقامة والمرور. تكلمينا على هذه الدورة وكم مدتها كانت؟ إن شاء الله. بداية أنا حبيت أصبح عليكم بلغة الإشارة، صباح الخير وصباحكم ورد إن شاء الله ونور. أول شيء صراحة صار في تعاون شيء حلو ما بين وزارتين، وزارة الداخلية مع وزارة التربية، كوني أنا بالتربية وموجهة متخصصة في الإعاقة السمعية، فكلفني دكتور أوجه له تحية دكتور سلمان اللافي مدير إدارة مدارس التربية الخاصة
أعطاني على أساس أنه رشحني أكون مكلفة في تقديم هالدورة في وزارة الداخلية. صراحة كان المتدربين بعدد صراحة كبير، تقريبا 29 متدرب، وحسيت إن في اهتمام كبير من اللواء المنصور العوضي، أوجه له كل الشكر والتحية. فهو حضر بنفسه وشاف الدورة هذه، وخصصت لها منهج يخص المصطلحات الخاصة في أمن المطار، الإرشادات، شغلات اللي مو عارفينها أهما يوصلونا للأصم. حلو إنه يقول له هذا ممنوع، تأخذ معك مثلا الماء أو العطر أو كريم موجود في الحقيبة السفر. والشغلات الثانية إنه يرمز له الحزام هذا من ممنوع، الساعة والنظارة يقدر يحطها، والتواصل حلو إنه يصبح عليه وين بتسافر الله يحفظك. هذا كله اللي أهما صراحة فعلوها ميدانيا أيضا بالمطار بحضور العقيد جزاه الله خير، العقيد حمد الحميدي أبو بندر، كل الشكر. يعني من كثر ما هم حريصين على هالدورة حضر اللوحة الختامية اللي هو اللواء منصور العوضي، وشاف البرزنتيشن اللي هم مقدمينه، وصراحة انبهر، وعلى أساس أنه يقدم كلمة ترحيبية بلغة الإشارة، وحتى رنة المطار لما يسمعونها يقدروا يأشرونها يوصلون الرسالة للأصم. وغير هذا يعني هم المتدربين حبوا اللغة هذه وقالوا نتمنى أن ناخذ دورات متقدمة، ووعدني اللواء المنصور العوضي أنه فعلا راح تكون هناك دورات متقدمة بلغة الإشارة تخدم موظفين الوزارة الداخلية وأيضا مراكز الخدمة وأيضا المنافذ بالشمال والجنوب. هذا كله سبحان الله يعني كانوا متدربين عندنا وجدا متشوقين حق الدورات الثانية. مدة الدورة أستاذة كم كانت مدة الدورة؟ الدورة الأولى مدتها أسبوعين، الدورة الثانية هم أسبوعين بالإضافة إلى اليوم الميداني الختامي الميداني بالمطار، وضفنا عليهم أسبوع أو أربعة أيام زيادة بحيث أن كثفت شوية المنهج، لأن عندنا متدربين من مراكز الخدمة وأيضا موظفين ومدنيين من المنافذ بالشمال. طبعا أستاذة مها كل الشكر لك على المجهود اللي صار، يمكن احنا مع أخواننا في العاملين في المطار كذلك كانوا مشتركة الدورة الأخيرة، اشتركوا أخواني في شؤون الإقامة والمرور. نحاول أن يعني نوصل اللغة هذه أو الإشارة هذه لأخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد. لهم يعني كوزارة الداخلية لهم اهتمامات كبيرة، ممكن إن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون هذا منهج في الأكاديمية إن شاء الله يكون هذا منهج موجود في التعامل معهم. كل الشكر لك أستاذة، وإن شاء الله نتمنى يكون تعاون أكثر بين وزارة الداخلية ووزارة التربية في هذه. دائما وزارة التربية وبالأخص إدارة مدارس التربية الخاصة متعاونة مع جميع الوزارات في تحقيق أو تقديم دورة إشارة لخدمة الصم، وأنا شاكرة لوزارة. أعزائي المشاهدين شفنا الفقرة مع الأستاذة مها، وشفنا التوجه كوزارة الداخلية لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة بالأخص الصم وبكم لغة الإشارة، وشلون نقدر نتعامل مع هذه الفئة اللي نحبها احنا كوزارة الداخلية، ولهم كل التقدير وكل احترام. ننتقل للفقرة الأخرى. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ملازم أول عبد الله عبد العزيز العدواني، قسم التفتيش الأمني، إدارة أمن المطار. تعلمت لغة الإشارة مع الأستاذة مها الحمدان، ووايد ساعدتنا في مجال عملنا، واستفدت وايد، ووايد تصادف أن عيوننا إخواننا الصم في المطار ويسافرون وما نعرف شلون نتعامل وياهم. فالدورة هذه وايد ساعدتنا أن نتعامل وياهم ونفهمهم ويفهموننا. وأشكر وكيل المساعد لقطاع شؤون أمن المنافذ في توفير هذه الدورة، وبحضور الوكيل الوزارة فريق عصام النهام للتخريج، وأشكر وزارة الداخلية. أنا من زمان كنت أبي أتعلم هذه اللغة بس ما حصلت الفرصة أني أمارسها، والحين مع هالدورة والله الحمد وايد تعلمت وحبيت اللغة أكثر، وإن شاء الله راح أستمر مو بس في مجال عملي، اللغة بشكل عام، وأساس أنه يعني مو بس أفهم، يعني إذا الصم يبي يشتكي أو عنده مثلا ملاحظات بالمطار ممكن أساعده وأفهمه أكثر. السلام عليكم، اسمي جاسم المفتاح، أعمل وزارة الداخلية رتبة ملازم. صارت لي مواقف قبل في المطار، نهيت عائلة من الصم، لا قدرت أتواصل وياهم ولا أفهمهم ولا هم اللي يفهموني. للأمانة يعني ما كان في أحد بالمطار عنده الفكرة شنو شلون يتواصلون وياهم. فاللي حصل ما بعد الدورة أنا رحت أتفاهم وياهم، وأقدر الحين صرت أقدر أتفاهم وياهم، أقول لهم وين البوابة، وين المغادرة، وين التفتيش، شو اللي ممنوع، شو اللي مسموح، وين الإسعاف. أتمنى إن شاء الله من السيد وكيل أمن المنافذ اللي هو منصور العوضي أنه يدعم زيادة من هاللغة هذه ويمارسونها إن شاء الله. أتمنى أن كل المطار يمارسها وأطمح للزيادة. أتمنى إن شاء الله أن أكون مترجم فيها وأطمح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ملازم أول سليم العازمي من مطار الكويت الدولي قسم التفتيش الأمني. بالنسبة لدورة لغة الإشارة، أنا من الأول كان في عندي شغف
بالاحتكاك مع فئه ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا الدعم يرجع حق الوالده لان هي كانت موظفه بالمجلس الاعلى لشؤون المعاقين، فهي اللي دعمتني بالدرجه الاولى، وبعدها اللي هو منصور العوضي وفر لنا هذه الدوره. كنا احنا ضباط بقسم التفتيش الامني، فاحنا احتكاكنا دايركت مع الركاب، فاحنا محتاجين ان نتعامل مع هذه الفئه لان هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وهي فئه شريحه وايد كبيره عندنا بالكويت، فمحتاجين ان نخصص موظفين مختصين يتعاملون معاهم معامله خاصه. الدورة كانت مدتها 3 أسابيع، تعلمنا فيها أساسيات دورة لغة الإشارة وشون تعامل مبدئيا مع ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة الصم بالأخص. وإحنا نطمح أن ندش إن شاء الله دورة تقدمية مستوى ثاني، وكل الشكر حق حكومة دولة الكويت ووزارة الداخلية على دعمها لنا، ونتمنى أن نأخذ دورات زيادة نفيد فيها ذوي الهمم. في الختام أحب أتوجه بالشكر إلى القيادة في وزارة الداخلية ممثلة على رأسها سيدي الفريق عصام سالم النهام على الدعم اللامحدود للعملية التدريبية، ونحن نعد إن شاء الله من هذا المكان على بذل أكبر جهد ممكن لتطوير جميع العاملين في قطاع عمل المنافذ وعلى التعاون مع جميع القطاعات في وزارة الداخلية وجميع الوزارات، وتقديم يد العون لأي جهة نقدر نساعدها في العملية التدريبية وفي تطوير العاملين لديها من خلال التدريب المناسب. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نحب نوجه الشكر لإخواننا العاملين على تطوير إخوانكم منتسبي وزارة الداخلية من خلال الدورات الكثيرة اللي شفناها في حلقتنا اليوم، من تعامل الجمهور، من تعامل مع إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تكن لهم وزارة الداخلية كل تقدير وكل احترام. نتمنى إن شاء الله نشوف هذا التطوير ومن خلال هذه الدورات اللي تطور العنصر البشري. كل شكر لكم، والتقي معاكم في الأسبوع القادم. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.